نروح لنادي كيلسي البولندي لكرة اليد، الأعلن القائمة اللي بيشارك فيها في كأس العالم للأندية سوبر جلوب فالسعودية، واللي شهد غياب نجمنا المصري حسن قداح لاعب الزمالك السابق. حسن قداح انضم لصفوف نادي كيلسي البولندي بداية الموسم الحالي من نادي الزمالك، وكان تعرض للإصابة في شهر مايو اللي فات، وخضع أيضا لعملية جراحية في القدم، وبيخوض حاليا فترة التأهيل. كيلسي هيبدأ بطولة العالم يستعد بكرة طبعا بمواجهة النجمة البحريني في أولى مباريات المجموعة الرابعة اللي بتضم كيلسي البولندي والنجمة البحريني وكالهيت الأمريكي. إن شاء الله حسن قداح هيكون جاهز للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة إفريقيا اللي جاية، واللي هتتلعب في مصر في يناير اللي جاي. نروح للبطل الأولمبي العالمي سيف عيسى، واللي بيواصل الإنجازات الكبيرة بعد فوزه بالميدالية الفضية في بطولة إفريقيا واللي بتقام في ساحل الهاج في منافسات وزن تحت 80 كيلو جرام. سيف عيسى طبعا كان اتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بتصنيف الأولمبي كأول لاعب في تاريخ التايكوندو المصري يتأهل مرتين متتاليتين لدورة الألعاب الأولمبية بعد مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 دون الانتظار للتصفيات الإفريقية المؤهلة للأولمبياد. زي ما عارفين بطلنا الأولمبي سيف عيسى كان حقق الميدالية البرونزية في طوكيو طبعا 2020، إنجاز تاريخي محترم بالتأكيد. أما عن بعثة منتخب مصر لجمباز الترامبولين فسافرت النهاردة لمدينة برامنغهام بإنجلترا استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للترامبولين، واللي هتقام في الفترة من 9 ل 13 نوفمبر الجاري. البعثة بتضم 4 لاعبين وهم مهاب حسن، سيف الدين إسماعيل، خالد حسين، وعمر شفيق. أما عن منتخب مصر للهوكي فللأسف خسر لقب البطولة الإفريقية بالهزيمة من منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1 في النهائي، علشان يفقد فرصة التأهل إلى أولمبياد باريس مباشرة، وهيخوض التصفيات العالمية المؤهلة للأولمبياد. الاتحاد الدولي للهوكي أعلن عن قرعة التصفيات الرسمية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 واللي هتتلعب في شهر يناير اللي جاي. منتخب مصر للهوكي وقع في المجموعة الأولى اللي هتتلعب منافساتها في مدينة فالنسيا الإسبانية مع منتخبات بلجيكا وإسبانيا وكوريا وأيرلندا واليابان والنمسا وأوكرانيا. هتتلعب التصفيات في الفترة من 13 ولحد 21 يناير 2024. أما المجموعة الثانية فهتتلعب منافساتها في العاصمة العمانية مسقط، وضمت منتخبات بريطانيا، ألمانيا، نيوزيلندا، ماليزيا، باكستان، كندا، تشيلي والصين. هيتأهل لأولمبياد باريس المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثية الأولى في كل مجموعة. قرعة الهوكي طبعا المؤهلة لتصفيات أولمبياد باريس 2024 زي ما حضراتكم شايفين، المجموعة الأولى مصر، بلجيكا، إسبانيا، كوريا، أيرلندا، اليابان، النمسا، أوكرانيا. هتقام المنافسات في مدينة فالنسيا الإسبانية. المجموعة الثانية بتضم بريطانيا، ألمانيا، نيوزيلندا، ماليزيا، باكستان، كندا، تشيلي، الصين، وهتقام المنافسات في مدينة مسقط بسلطنة عمان.